الشريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفيها قتلان وعدد من الجرحى في إشكال عين الحلوة واجتماع موسع أفضى إلى وقف النار. يعني يجري الحديث عن صيغ للخروج من هذه الأزمة، حتى اللحظة ليس هناك أفق واضح. العرقلة الحكومية مستمرة ومساعي جملات متواصلة لحل أزمة دروز سوريا. المشاورات التي لم تبدأ حتى الآن حقيقة. مفاوضات جنيف حول اليمن متعثرة وطائرات التحالف تواصل دك مواقع الانقلابيين. صباح الخير. نصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللبنانيين خلال لقائه الرئيس تمام سلام والوفد المرافق بالتحسب لأي تطورات دراماتيكية قد تطرأ بشكل مفاجئ على الوضع السوري. أضاف: حصنوا أنفسكم وتحضروا للحظة سقوط الأسد. السيسي، وبحسب ما كشفت صحيفة المستقبل، قال للوفد اللبناني الرسمي: وضع النظام السوري سيء كما يبدو من مسار الأحداث الأخيرة في سوريا، والتوقعات تشير إلى إمكانية تدهوره وانهياره بشكل سريع ومباغت. لذلك من الأفضل أن تكونوا في لبنان متحسبين لذلك لكي تتمكنوا من مواجهة وتطويق تداعيات المرحلة. لافتا الانتباه إلى ما قد ينعكس على الساحة اللبنانية، ربطا بما قد ينجم عنه من تبعات ضاغطة كفرضية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. يبدو أن مفاعيل الشلل الحكومي امتدت أيضا إلى الوساطات السياسية التي دارت حتى الساعة في حلقة مفرغة. في غضون ذلك تابع الرئيس تمام سلام البحث مع زواره عن صيغة تضمن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء. لا يزال البحث مستمرا من أجل إيجاد صيغة للخروج من الأزمة الحكومية الراهنة، لكن حتى الساعة ليس هناك أفق واضح. هذا ما أعلنه وزير الصحة وائل أبو فعور عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، حيث اطلع منه على آخر الاتصالات والمشاورات المتعلقة بهذا الشأن. أبو فعور تحدث أيضا عن الحركة التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط بخصوص حماية الموحدين الدروز في سوريا ومحور زيارته إلى الأردن، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة وبدأت تعطي ثمارا. نأمل أن يكون هناك حلول، يعني توجد علاجا لهذا الوضع من الشلل الذي لا يجوز أن يكون متماديا إلى درجة تعطيل أمور المواطنين اللبنانيين. ما أستطيع التأكيد عليه هو أنه في الحركة التي قام بها النائب وليد جنبلاط مؤخرا والاتصالات التي أجراها تجاه عدد من الأطراف الإقليميين المؤثرين في الأحداث السورية، إضافة إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض، إضافة إلى مجموعة من القوى المسلحة الموجودة في الداخل السوري من المعارضة، أدت غرضها في أمرين. الأمر الأول هو رفع الضغوطات التي كانت قائمة في إدلب بحق أبناء الطائفة الدرزية الموجودين هناك. الرئيس سلام التقى أيضا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج وتناول البحث الأزمة الحكومية والتطورات الراهنة، كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة. وزير داخلية نهاد المشنوقي يدعو بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ومفتي الجمهورية إلى إبعاد لبنان عما يجري في سوريا والعراق. زار وزير الداخلية نهاد المشنوق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن لتعزيته على الشهداء الذين سقطوا في حادثة جبل السماق في قرية قلبلوزة السورية الأسبوع الماضي. المشنوق نوه بدور النائب وليد جنبلاط الوسطي، مشيرا إلى أن الأوضاع في لبنان أفضل بكثير من دول المحيط. والتأكيد على دور الوسطي اللي عم بيلعب وليد بيك بهالمرحلة، هو الرئيس السلام لاستيعاب أو لمزيد من الاستيعاب الأزمة بلبنان والقدرة على حلها بطريقة هادئة ومعقولة وتستعيد الحياة الدستورية نشاطها. المشنوق زار أيضا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لتهنئته على حلول شهر رمضان المبارك
وكان بحث في مختلف الملفات والقضايا وعلى رأسها التعطيل الرئاسي والأزمة السورية. وتناول المشنوق الوضع الأمني في عرسال. عرسال بخير، المدينة بخير، والجيش عم بيقوم بكل واجباته والأمور على أحسن من حيث التواصل مع أهل عرسال ومن حيث تجاوبهم اللي كان واضح كتير أنه هني خيارهم الوحيد هو الدولة. وأشار المشنوق إلى أن الاتصالات والمساعي جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، مؤكدا أن الدعوة لذلك من صلاحيات الرئيس تمام سلام. لا يزال حزب الله متمسكا بحبل الصمت وممتنعا حتى الساعة عن التجاوب مع مقترحات وزير الداخلية نهاد المشنوق إزاء البدائل المتاحة لنقل وإعادة توزيع مخيمات النازحين السوريين في البلدة. مصادر معنية كشفت للمستقبل أن المشنوق كان أرسل سابقا إلى الحزب عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هذه المقترحات، والتي تحدد أمكنة جغرافية بديلة لإقامة مخيمات إيواء للنازحين المتواجدين حاليا في عرسال، غير أن قيادة حزب الله لم تبادر إلى تقديم أجوبتها، الأمر الذي يعوق وضعها على سكة التنفيذ العملي. أمنيا، سقط قتيلان وعدد من الجرحى في الاشتباكات إثر الإشكال المسلح في مخيم عين الحلوي قبل بدء سريان وقف إطلاق النار قرابة 7 مساء أمس، فيما انتشرت القوة الأمنية المشتركة في حي طيطبة حيث مسرح الاشتباكات. وكانت المساعي قد تواصلت بين القوى الفلسطينية من أجل وقف ما كان يجري من اشتباكات والحيلولة دون تفاقم التوتر الشديد الذي ساد المخيم، إذ شهد ظهور مقنعين في عدد من أحياء المخيم وشوارعه. واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المحال والسيارات وإلى احتراق منزل جراء سقوط قذيفة بداخله. الوضع الأمني في الجنوب والصيدة ومنطقتها بشكل خاص بحثته النائب بهية الحريري مع قائد الدرك الجديد العميد جوزيف الحلو بحضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير الشحادي. وقد أثنت الحريري على الجهود التي تبذلها القوى الأمنية والعسكرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة والجوار. وفي النشرة بعد الفاصل، جلستان للمحكمة الدولية. أهلا بكم من جديد. قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون إن لبنان قائم على التوازن الطائفي، وضمن هذا التوازن لنا رئاسة الجمهورية رغم الصلاحيات الإجرائية البسيطة. أضاف عون لصحيفة الجمهورية: نحترم الألية الدستورية بموضوع انتخاب الرئيس، لكن الميثاق يأتي أولا ويجب احترامه. وقال: لسنا حرفا ناقصا أو صنفا ثانيا في الجمهورية، نحن الطائفة المؤسسة للبنان ونرفض أن ينكر علينا هذا الحق. ولفت عون إلى أن هناك فراغا في قيادة الجيش وليس في موقع قائد الجيش، أي في المجلس العسكري، وقال: ليتفضلوا ويضعوا معايير انتخاب رئيس حتى ننزل جميعا إلى مجلس النواب، أما أن يطالبوا برئيس توافقي فمن يمثل؟ كرم وزير العدل اللواء أشرف ريفي أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، كما قدم درعا إلى مفوضة الأمم المتحدة للاجئين. في وزارة العدل كرم الوزير أشرف ريفي أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، مثمنا جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقد سلمهم دروعا بحضور الأعضاء الجدد. نعرف شو مطلوب منا على مستوى جسم القضاء، أن تتكامل الوزارة مع مجلس القضاء الأعلى لنحترم استقلاليته بالحد الأقصى ولنسعى لترجمة الاستقلالية بالحد الأقصى. سمعنا كثير حكي بآخر فترة عن إمكانية استهداف منطقة الشمال بعمليات أمنية. أنا كأمني سابق ووزير عدل حالي بقول هذا الكلام كله مفبرك، ما له أي أساس من صحة نهائيا. ريفي قدم أيضا درعا إلى مفوضة الأمم المتحدة للاجئين لمناسبة مغادرتها القريبة للبنان، شكرا إياها على الجهود والعطاءات التي قدمتها للاجئين في لبنان وخصوصا السوريين منهم. طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من مديرية المخابرات في الجيش ختم التحقيق
مع الموقوف أحمد الأطرش لدراسة إفادته تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه. وكان الأطرش أوقف لارتكابه جرائم إرهابية عدة، إضافة إلى علاقته بمتهمين من آل الأطرش يحاكمون أمام القضاء العسكري. استمعت غرفة درجة الأولى في المحكمة أمس إلى أدلة تلاها فريق الادعاء، هي عبارة عن مستندات ووثائق متعلقة بخطوط الهواتف الخلوية التي استخدمت للإعداد لاعتداء 14 من شباط وتنفيذه. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان إلى فريق الادعاء الذي تلا أدلة أصدرت الغرفة سابقا قرارات خطية بقبولها. محامية الادعاء هينز رايمر عرضت الأدلة التي عمل عليها فريق الادعاء فيما يخص شبكات الهواتف الخلوية، والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات الزرقاء والصفراء والخضراء، وكيف تم شراؤها واستخدامها لمراقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طلب بطاقة سيم جديدة لهذا الرقم بالذات، وذلك بحوالي التاريخ الذي انتهى فيها استخدام هواتف الشبكة الزرقاء، إذن في نهاية سبتمبر أيلول 2005. وتم التعرف على هذا الشخص على أنه هو الذي استخدم هوية وائل عفيف جابر، وهي بطاقة مزورة بالنسبة من أجل شراء هاتفين اثنين 610 وهاتف آخر. هذا الشخص مطلوب ونبحث عنه منذ نهاية العام 2005 ولم نعثر عليه لمساعدتنا في عملية التحقيق. الادعاء لفت إلى التنظيم وراء شراء هذه الخطوط والتي استعملت فيها بطاقات هويات مزورة، نفى أصحابها الحقيقيون أن يكونوا قد اشتروا أو استخدموا هذه الأرقام. كما أشارت رايمر إلى الأماكن التي تم شراء الخطوط منها. هذه وثائق تؤمن دليلا عن تواريخ الشراء والمتاجر والمبالغ. وبالمختصر لدينا 18 بطاقة سم مدفوعة لاحقا، ولدينا إذن تم شراؤها خلال فترة 3 أسابيع، 12 من متجر واحد وستة من متجر انتل كوم، وإذن 6 منها من الضواحي. وبعد استكمال فريق الادعاء الأدلة أمام غرفة المحكمة، رفع القاضي جلسات المحكمة وحدد يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى شهادة موظفين من قناة الجزيرة عثرا على شريط التبني المزور الذي ظهر فيه أحمد أبو عدس، وهما يتمتعان بتدابير حماية الشهود. ونبقى في المحكمة الخاصة بلبنان، فقد استمعت أيضا إلى المرافعات الختامية لوكيلي الادعاء والدفاع في قضية الجديد. شهدت المحكمة الخاصة بلبنان المرافعات الختامية لطرفي الادعاء والدفاع في قضية شركة الجديد وكرمة خياط. وكيل الادعاء كيفن سكوت اعتبر أن الجديد كشفت عن شهود سريين مزعومين، وهذا الانتهاك للمحكمة وقرار الاتهام أدى إلى خطر حقيقي على الشهود وعلى ثقة الرأي العام بالمحكمة وقدرتها على حماية الشهود. وعن ادعاء الجديد أنها لم تذكر أسماء الشهود، فقال سكوت أن هناك سبل عديدة للتعرف على الأشخاص، وقد قدم الجديد معلومات تسمح بالكشف عن الشهود ما هدد حياتهم وحياة عائلاتهم. كما تطرق وكيل الادعاء إلى نفي مريم البسام استلام تبليغ من المحكمة، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة المسرحية وهناك أدلة على تسلم البسام لبلاغ المحكمة. وفي نهاية مرافعته طلب سكوت ما يعتبره غرامة مالية مناسبة كعقوبة للجديد عن تهمتي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. نحن نعتبر أنه في ظل الانتهاك المتمادي للمادة 60 مكرر في التهمتين، نحن نعتبر أنه ينبغي دفع غرامة بقيمة 100,000 يورو يجب أن تفرض في هذه الحالة وصولا إلى 6 مليون يورو،
ونحن إذا قررت المحكمة أن تعتمد مسلكا مخففا نقترح أن تكون الغرامة بقيمة 100,000 يورو تفرض في كل تهمة من التهمتين. من جهته ركز وكيل الدفاع كريم خان على عدم وجود نية جرمية عند قناة الجديد بعرض تقارير عن الشهود، معتبرا أن الجديد قامت بحمايتهم. وقال خان إن وكيل الادعاء فشل في إثبات أي تهم تتعلق بتقويض الثقة بالمحكمة. لا يمكننا إلا أن نقول إن الادعاء لم يثبت قضيته بدون شك معقول، والتزم الصمت فيما يتعلق بسيادة القانون وثقة الناس بسيادة القانون بدون أدنى شك معقول. حضرة القاضي، لكل هذه الأسباب الواردة في مذكرتنا نحن ندعو إلى تبرئة تلفزيون الجديد والسيدة كرمة الخياط. بعدها رفع القاضي نيكولا لتري الجلسة إلى صباح يوم الجمعة للرد على الرد والاستماع إلى كرمة خياط. مواكبة لشهر رمضان المبارك، وزارة الاقتصاد تفعل عمل جهازها الرقابي. تقرير محاسن مرسل حلبي. اجتمع وزير الاقتصاد ألان حكيم مع نقابات بائعي وموزعي المواد الاستهلاكية والخضار والفواكه، وتمنى عليهم عدم السماح لأي من التجار أو الموزعين التلاعب بالأسعار مع بداية شهر رمضان أسوة بما حصل العام الماضي. الوزارة عملتها بخصوص الموضوع، قوت جهاز الرقابي على المواد الغذائية المستهلكة الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. في حال وردت شكوى لكم أنه في تلاعب بالأسعار، ما هي السبل القانونية لمعالجة هذا الأمر؟ عندنا المرسوم الاشتراعي 73/83 يلي أكيد التجار ما بيحبوه ونحن ما بنحب نستخدمه، ولكن نحن مع المستهلك أكثر من التاجر. بيحدد ثلاث أنواع من الأمور اللي ممكن نقدر أنه نلحقهم. واحد سقف للأسعار، ثاني نوع هو الاحتكار. الاحتكار اللي هو عادة البضاعة بتكون متوفرة بالمستودع أو بشي مطرح، بس هو ما بيجيبها بهدف أنه فقدينا من السوق ممكن أنه يعلي لسعره. والنوع الثالث اللي بيحده المرسوم الاشتراعي هو التلاعب بالأسعار، ونحن على أساسها ثلاث مخالفات ممكن أنه يتجزى لحد 15 مليون ليرة ويفوت على الحبس لحد 4 أشهر لـ6 أشهر. هذا وقد وضعت الوزارة خطا ساخنا للتبليغ عن أي مخالفة يحمل الرقم 1739، إضافة إلى تطبيق على الهواتف الذكية، وأيضا مكتب للشكاوى في مبنى الوزارة. بعد الفاصل نناقش. معارك متواصلة على محاور ريف القنيطرة وحلب. أهلا بكم من جديد. في تطورات اليمنية مروحة في مفاوضات جنيف لحل الأزمة، وطائرات التحالف تغير على مواقع المتمردين الحوثيين في العديد من المناطق. جهود مضنية تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة بين الأفرقاء المتنازعين في اليمن، وتحاول المنظمة الدولية التي مددت فترة المحادثات إلى الغد إقناع طرفي النزاع بإعلان هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن العقدة تمثلت وحسب مصادر دبلوماسية في إصرار وفد الإنقلابيين للموافقة على أي هدنة إنسانية، على أن يكون وقف إطلاق النار مقتصرا على الغارات الجوية من دون أي حديث عن وقف الخدمات على الأرض. المشاورات التي لم تبدأ حتى الآن حقيقة بسبب أن وفد الميليشيات الحوثية وصالح لا زالوا يمتنعون عن إعطاء أي تصور واضح. رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح أكد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية أن الوفد الحكومي يسعى في مفاوضات جنيف إلى التوصل لوقف دائم للقتال، وليس إلى ما وصفها بهدنة مؤقتة لعدم استغلالها من قبل المتمردين كما فعلوا في الهدنة الماضية. ميدانيا واصلت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قصف المناطق السكنية خصوصا في تعز وعدن. طائرات التحالف العربي من جهتها شنت غارات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين وحلفائهم في مداخل مدينة عدن ومخازن الأسلحة في جبل نقم شرق العاصمة. وفي تعز قصفت ميليشيات التمرد أحياء سكنية عدة.
ضبطت الشرطة البحرينية متفجرات ومواد لتصنيع القنابل كان من المزمع استخدامها في هجمات على البحرين والسعودية. وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن طريقة تصنيع المتفجرات تحمل أوجه شبها واضحة بأساليب جماعات تعمل بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني. وقال الحسن إن المضبوطات اشتملت على مواد شديدة الانفجار وعلى أجهزة تفجير ومواد كيميائية وهواتف محمولة، مشيرا إلى أنها تمثل تصعيدا كبيرا في محاولات تهريب المواد المتفجرة إلى البحر. سيطرت المعارضة السورية على كامل ضاحية الراشدين في حلب، فيما تمكن الثوار أيضا من السيطرة على تلتين استراتيجيتين تضمان مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في الريف الشمالي الشرقي لمدينة القنيطرة. تصعيد في المعارك شهدته مدينة حلب، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من السيطرة على كامل ضاحية الراشدين الواقعة غرب العاصمة، والتي كانت القوات النظامية تسيطر على أجزاء كبيرة منها، بالإضافة إلى سيطرتهم على أجزاء من قرية بشكوي بالريف الشمالي. في هذه الأثناء شهد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك قصفا من طيران النظام استهدف مناطق بريف حمص الشمالي، لا سيما مدينة تلبيسة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال، فيما تجددت الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم داعش وجيش النظام في محيط حقل الشاعر للغاز الواقع بريف حمص الشرقي. أما في القنيطرة جنوبا، فنجحت المعارضة السورية في السيطرة على تلتين استراتيجيتين تضمان مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في الريف الشمالي الشرقي للمدينة. وتأتي هذه التطورات ضمن معركة جديدة أعلنت عنها المعارضة بهدف السيطرة على مدينة البعث والنقاط العسكرية حولها في محافظة القنيطرة قرب الشريط الحدودي في الجولان السوري المحتل. عرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. الأمير محمد نقل دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الروسي لزيارة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور روسيا قريبا تلبية لدعوة بوتين. وفي وقت لاحق تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين روسيا والسعودية، وفي مقدمها الاستخدام النووي السلمي وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري. ويبقى في ختام هذه النشرة التذكير بعناوينها: قتلان وعدد من الجرحى في إشكال عين الحلوة واجتماع موسع أفضى إلى وقف النار. يعني يجري الحديث عن صيغ للخروج من هذه الأزمة حتى اللحظة ليس هناك أفق. العرقلة الحكومية مستمرة ومساعي جنبلاط متواصلة لحل أزمة دروز سوريا. المشاورات التي لم تبدأ حتى الآن حقيقة. مفاوضات جنيف حول اليمن متعثرة وطائرات التحالف تواصل دك مواقع الانقلابيين. نشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟